انت فاكر ان انا وانت بس كده؟ لا احنا كتير قوي هنا في اوروبا وفي امريكا وفي الخليج في الدنيا كلها. زلزال فيها ايه لما واحد يحب واحد تاني؟ فيها ايه يا عبد؟ ربنا كبير جدا ورحيم جدا جدا. وبعدين انا عايز اطمنك. اطمني كيف بس؟ انت عارف ايه اللي بجد بقى حرام ودي ما فيهاش جدال؟ الزنا. الزنا يعني واحد ينام مع واحده ما تكونش مراته، وده منع لاختلاط الانساب، يعني تحبل من عشيقها وتكتب الولد باسم جوزها او تتخلص من البيبي، وده طبعا حرام جدا جدا. لكن راجل بيحب راجل، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ قصدك ايه؟ الرجاله ما بتحبلش يا عبده. خد التوب ده حطه هنا. حاسب حاسب على المقص لا يقع. الشغل ده نزله تحت. ها؟ كله تمام. وانت؟ اهلا بالاموره زينت الصبايا. ازيك يا انسه ابو سعيد؟ ايه؟ مفيش مساء الخير؟ ليلتك سعيده يا عم ملاك؟ ازيك يا اسطى ملاك؟ اهو كده. انا عندي ليك شغلانه هتفتح باب رزق لينا احنا الاتنين. ونوع ايه الشغلانه دي؟ عايزك تتوسطي لي عند طلال ياخد مني طلبيه بلوزات. انا شغلي 10/10 وعملتك محفوظه. انت بتتكلم ازاي؟ واطلع مين انا عشان اتوسط لك؟ ده انا يا دوب حته بياع على راحت ولا جد. الكلام في الشغل ما يبقاش حاف. استنيني ثانيه واحده. دي هدية مني ليكي. مقاسك. أنا ما باخدش هدايا من حد. بمناسبة إيه هاخد هدية منك؟ بمناسبة الشغل اللي هيبقى بينا. انسى حكاية الشغل دي، طلال بياخد بضاعته كلها من ورش كبيرة. ما أنتِ لو كلمتيه هيسمع كلامك. وبتاع إيه هيسمع كلام؟ أنسة أبو سينا، أنا في الشغلانة دي وأنا عندي 6 سنين. وطول عمري عايش في المنطقة هنا. يعني عارف طلال بيعمل إيه وفين. انت اكيد ليكي دلال عليه. بنت حلوه وصبيه زي التفاحه الصبحه. يعني طلال عمره ما هيقول لك على حاجه لا ابدا. تصدق انك راجل هزق وقليل الادب؟ هو اللي يقول الحقيقه يبقى قليل الادب؟ طب عيني في عينك كده. بذمتك ما روحتيش لطلال المخزن ولا مره؟ راجل ناقص وسافل. تبقى روحتي. هنتكلم تاني على رواقة. بس بقى يا حاج. انا مش هعطل حضرتك كتير. يعني انا عارف ان وراك مشاغل لا ليها اول ولا اخر. وانا ما اتاخرش عنك يا حاج. معلش انا مش عايزك تزعل مني. انا الاسبوعين اللي فاتوا دول والله ما كان عندي دقيقه واحده فاضيه قبلك فيها. مقدر يا باشا. خير يا حاج؟
يعني مؤكد سعادتك سألت عني لما عرفت ان انا طلبت المقابلة؟ وعرفت عنك كل خير. انت راجل 10 على 10. الحمد لله، نعمة وفضل من عنده. كل شيء بفضل الله. شوف يا باشا، انا عاوز اساهم في خدمة البلد وخدمة اهل المنطقة اللي فيها شغلي وفيها الناس اللي عشت وسطهم وحبوني وحبيتهم. ما كلنا زي كده يا حاج، بس بقى زي ما بيقولوا كل شيخ له طريقة. انا استخرت المولى عز وجل وقلت ارشح نفسي في مجلس الشعب عن دايرة قصر النيل. قصر النيل؟ اهلي وناسي. انت عارف احنا مسميين دايرة قصر النيل في المجلس ايه يا حاج؟ حتة الجاتو. افهم من معاليك. هتفهم ايه يا حاج؟ اقول لك حتة الجاتو يعني حاجة حلوة فيها مشاكل ولا عشوائيات ولا حد يقول لك عايز وعايز وعايز، والشباب اللي عايز شقة واللي عايز وظيفة لحد ما يطعقوك في عيشتك ويقولوا لك الضغط. انت قلت لي انت منين يا حاج؟ من الصعيد. طب ما نشوف لك دايرة حلوة كده في الصعيد يا حاج. انا ما روحتش الصعيد من زمان ومحدش يعرفني هناك، لكن قصر النيل. بص بقى، دايرة قصر النيل دي في الحقيقة في ناس متكلمين عليها. متكلمين عليها؟ وما دام كلام يبقى في اخذ وعطا. طب ما تسيبنا نفكر يا حاج. يا باشا، خير البر عاجله. ده ارنب يا كمال باشا مش كده؟ بس ايه رايك في الرسم؟ الرسم حلو قوي، بس المبلغ كبير قوي. المبلغ ده ما يخصنيش يا حاج عزام. المبلغ ده بيروح اكتر من جهه. انا اذا كان عليا انا عندي اللي مكفيني. عارف يا باشا. لا انا عايزك تعرف بقى مين اللي كان طالب دايره قصر النيل. مين؟ ابو رحاب. ما انت عارفه، بتاع محلات الرضا والنور. عليك. بس ده شغال مع الاخوان المسلمين وانتوا عارفين. وعدم المؤاخذه يعني مفيش وفاء بينكم وبين الاخوان، هترضوا بيه ازاي؟ هو لما يرشح نفسه محدش يقدر يقول له لا. هي دي الديمقراطيه، واحنا في بلد ديمقراطي. ايوه، بس هو لو رشح نفسه جايز ينجح. ده ضارب السوق، بيبيع البضاعه بنص الثمن وبربع الثمن وعنده فلوس ياما. ده ممكن يشتري الاصوات. الترشيح امره سهل. اي حد عايز يرشح نفسه يرشح نفسه، محدش هيقول له لا. بس ينجح ازاي؟ دي لعبتنا احنا بقى، مش تزوير لا سمح الله. لا بس زي ما تقول كده، احنا دارسين نفسية الشعب المصري. الشعب المصري كله ماسك في دير الحكومة كأنها أمه اللي خلفته، حتى لو الحكومة دي ماشية على حل شعر حرام. شغلنا بقى. عارف، بس ده أول تعامل بينا كمال بيه، عشان خاطري بلاش الأرنب، ارسمه كتكوت. بص بقى، أنا معرفش أرسم غير حاجتي، يا أرنب يا ديك رومي. قلت إيه؟ قلت على البركة. هات إيدك نقرأ الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الأسبوع اللي جاي الفلوس تكون هنا كاش. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. مبروك عليك يا حاج.